السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بيت دعاء وفقرتنا المفتوحة اللي هنجاوب فيها على أسئلتكم مع ضيفنا الشيخ أحمد المالكي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك يا شيخ. الله يحفظك يا رب ويكرمك ويسترك يا رب. يا رب ارزقنا جميعا يا رب، أنا وأنت وولادنا والناس كلها يا رب، وولادنا كلهم يا رب، الستر والصحة والأمن والأمان ورضاك والجنة يا رب والفردوس الأعلى، واكتب لنا العمرة والحج، واكتب لنا تخرجنا من الدنيا دي على خير يا رب، احسن خاتمتنا جميعا يا رب، واهدي ولادنا ونجيهم ونجحهم وارزقهم وديهم الصحبة الصالحة واسترهم يا رب وبعد عنهم أصدقاء السوء يا رب. يا ربنا يكبر بخاطرنا جميعا جبرا يتعجب منه أهل السماوات والأرض وما بينهما جبرا يليق بجلاله وجهك عظيم سلطانك وعزتك وعظمتك ورحمتك وملكك وملكوتك يا رب، واشفي كل المرضى واشفينا يا رب، الستر والصحة والرزق الحلال الوفير الفردوس الأعلى يا رب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، ربنا يتقبل. ونبدأ ناخد تليفونات. أم حسن أهلا وسهلا. ألف ازيك يا دعاء؟ ازيك يا حبيبتي، أهلا بيكي. أنت عاملة إيه يا حبيبتي؟ أنا كويسة الحمد لله. والشيخ أحمد عامل إيه؟ والله الحمد لله بخير، والله في نعمة. والله النبر برتاح أول ما بتكلم معاكوا، ببقى نفسيته تعبانة بس لما أبغى أكلمكوا برتاح أوي. أهلا وسهلا نورتينا، أنت عاملة إيه بقى؟ والله الحمد لله الحمد لله. طيب قولي لنا سؤالك. بتبكي ليه؟ بتبكي ليه؟ ببكي نفس قلبي يرتاح من يوم جوزي. نفسك ايه؟ انا بزعل من اي واحده بتشكي من جوزها، بزعل قوي بتقفل. انت بتحبي جوزك يعني؟ قوي. انا كنت اتمنى ان انا اللي اموت الاول. والله هو جوزك فين؟ كنت بطلبها من الله ان انا اللي اموت قبل منه. ليه بس ربنا يكرمك؟ استني ام حسن طيب بصي عشان نسمع الكلام كويس، انت جوزك اتوفى؟ اتوفى. يا حبيبتي البقاء لله. الله يرحمه رحمة واسعة. ادعيلي يا فضيلة الشيخ والنبي. ربنا يرحمه يا رب رحمة واسعة ويصبرك يا رب، ربنا يصبرك يا رب. يا رب ربنا يديك الاجر يا رب العالمين، ربنا يكتب لك الاجر. طلب مني ان انا اروح ازوره في القبر وبقيت اقول له بعيد الشر ان شاء الله اني اللي اموت قبل منك، كان بقى يقول لي لو انا مت هتيجي تزوريني. فلما بروح عند القبر بقول له انا جيت ازورك اهو زي ما انت كنت طالب مني، هل اللي هو بيسمعني؟ ايوه طبعا. اكيد يعني سبحان الله الاموات يسمعون من يزورنهم، يعني سبحان الله الناس اللي بتروح تزور الاموات تسمع كما قال بعض العلماء بيقولوا حتى ايه؟ انت عارفه اللي هو اما نروح القبر فبنقول ايه؟ السلام عليكم دار قوم المؤمنين، صح؟ كان بعض العلماء يقول لك لا هو ممكن يسمع وبيرد عليك وبتاع وما الى ذلك. ازاي بيسمع بقى وازاي يتكلم؟ ده يعني سماع اخر وكلام دون كلامنا يعني. بصي يا ام حسن انت احسن حاجه بقى يعني ان انت تدعي له، تقري له قران، تعملي له صدقه، الحاجات دي يعني. بعمل اللي ربنا بقدرنا عليه. انت يعني عشتوا مع بعض قد ايه يا ام حسن؟ عشتوا مع بعض قد ايه؟ والله عشت معاه 17 سنه. ما شاء الله. طب انت بقى قولي لنا يا ام حسن انت بتقولي ايه؟ انا لما بتفرج على البرنامج وبلاقي ستات بيشتكوا من ازواجهم بزعل، صح؟ بزعل لان هو كان طيب قوي، وانا كنت بجد يعني كان يقول لي انت زوجه وفيه. طيب انا عايزاكي تقولي كده للازواج الرجاله اللي سامعنا، هو كان بيعمل معاكي ايه فخلاكي تبقي بتحبيه ووفيه ليه وهو عايش وهو ميت؟ وانت كنت بتعملي ايه عشان الاول هو طيب. هو كان بيعمل ايه يا ام حسن الله يرحمه بقى؟ هو الراجل بيعمل في مراته كده يعني، انا اللي بتوقع الكلام اللي بقولوه، انا مش متوقعه ان في. ايوه انت ما بتتخيليش الكلام اللي الستات اما بيتصلوا يشتكوا تقول مثلا ده جوزي بيضربني، ده بيشتمني، ده بيزعق لي، ده بيطردني، ده ما بيدينيش اكل فلوس، الكلام اللي انت عارفاه ده. انت بقى احكي لنا جوزك كان بيعمل ايه؟ كان بيعمل كل حاجه حلوه والله، كان لو انا ما اكلتش من الحاجه كان يزعل، لو انا ما اكلتش من الحاجه كان يزعل، كان يقول لي الكوبايه الشاي اللي انت بتعملها جميله من ايدي، كان يقول لاصحابه كده انت ام حسن بتعملي كوبايه الشاي بحس ان انا شربت شاي فعلا، يعني كان بيقعد يعني يقول كلام حلو كده والواحد روحه مش قادر يعني مش طب انا هسالك سؤال يا ام حسن، يعني هو ما جاش عليكم اوقات فتره من الفترات الضيق؟ يعني مثلا ما بقاش مثلا في ازمه ماليه عندكم، ازاي كنتوا
يعني تتغلبوا على الأزمة دي، أو وأنت المشاكل. بالذات كنت بتتغلب إزاي؟ كنت برضه لربنا قسم. إحنا عاوزين بس نصيحة بترجعي للزوجات. ربنا؟ لا، كنت للي ربنا قسمه. برضه باللي ربنا قسمه. بترضى بترضى. يعني كان أي حاجة بترضى بها. هو كان ذات نفسه بيقول لأصحابه الزوجة مطيعة. ما هيش يعني ما بحبش المظاهر يعني، ولا من النوع اللي بحب أسعد اللي حواليا. ما بفكرش في نفسي قد ما بفكر في اللي حواليا. هما ذات نفس اخواتي واولادي بيقولوا نفس الكلام، بيقولوا هي بتحب تسعد اللي حواليها وما بتفكرش في نفسها. بيقولوا شكله معايا والله عشان كده. يقولوا طيب. له انت بتفكري فين قبل ما بتفكري في نفسك. طيب يعني انتوا الاثنين كنتوا بتحبوا بعض او يعني حنينين على بعض، انت بتفكري أوي. فيه، هو بيفكر فيكي، انت بتبديه على نفسك، هو بيبديكي على نفسه، فهو ده اللي هي الموده والرحمه والحب، ده تكامل، هو اللي ده خلق بينكم الاحاسيس دي والحب والاخلاص، صح؟ وكانت كم اصلي يقول له انت دعيت لي، يقول له والله العظيم دعيت. تدعوا لبعض في الصلاه، جميله. لا لا، وشوفي التواصي، يعني ان هما اللي تكون واحد بيوصي الثاني ويذكره. اما يكون انا بصلي يقول لي انت صليت، يعني كان اما يروح الجامع يصلي يصحينا صلي الفجر. الله. يعني هو يروح يفتح على الجامع بعد ما يصلي صلاه القيام ويقعد يقرا في المصحف شويه. عشان كده جبت مصاحف ووزعتهم في الجوامع. عارفه يكرم. عارفه ام حسن سيدنا النبي كان يقول ايه؟ رحم الله رجلا. عليه افضل الصلاه والسلام. رجلا، فهنا بقى خلاص اصابه الرحمه بفضل الله تعالى. ماله ده بقى؟ قام من النوم فعشان يصلي، فبدا يصحي مراته، فمراته فان ابت نضح في وجهها الماء، وكذلك الامر الايه؟ المراه. فهو ان شاء الله ربنا يرحمه برحمته الواسعه، يعني نحسبه من الصالحين ونحسبك انت كذلك من الصالحات، وربنا يرحمه رحمه واسعه ويصبرك ويكتب لك الاجر الصبر يا رب العالمين. ودايما قولي دعاء سيدنا النبي كده، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. وهي دي سبحان الله، يعني المكالمه دي كده لكل راجل ومراته يتعلموا كده الدرس من الكلام الحلو ده. شوف الاسره المصريه الطيبه. الاسره المصريه الطيبه اللي ما بتخرجش مشاكلها. أيوة. اللي ما بتفرجش أمة محمد عليها. اللي هو تعالى يا زيد يا عبيد ده عمل وبتاع وما إلى ذلك، ويبقى فيه كفران للعشير للأسف الشديد. ربنا يهدي الأحوال في كل البيوت، والواحد لما بيدي حب بياخد حب، يعني كل واحد بس كده لو عنده مشاكل يقول طب أنا هجرب أبدأ بنفسي، سواء الراجل اللي يبدأ أو الست اللي تبدأ، أي واحد فيه بس يبدأ يدي شوية حب وشوية حنان وشوية عواطف وشوية اهتمام، هيلاقي التاني. أيوة صح، إدى برضه أخد. صحيح. اللي بيدي بياخد. في ناس بتكفر سبحان الله العشير، أو يعنده يعني بقى العشير ده. ما هو ده كفر العشير. العند ده وحش قوي. أنت عارفة كانت أحد الخلفاء بتوع الأندلس كم عايش مراته في النعيم، في الحلي والحلل والقصور، عارفه الله انت الله النعيم ده. الله. في يوم قالت له مش عارفه ايه، انا بتفرج عليه، بتسمع عنه يعني. بتفرج في المسلسلات. فقالت له يعني انا زهقت من العيشه دي. قالت له امال عاوز ايه؟ قالت له نفسي كده انزل رجلي في الطين كده وامشي في الطين، تعص الطين وبتاع ومش عارف ايه. فراح عمل لها طين برضه. طين بقى، وحط فيه ايه بقى؟ حط فيه كمان المسك، حاطط حاجات كده وبتاع. حصل خلاف ما بينهم. قالت له ما رأيت منك خيرا قط. قال لها ولا يوم الطين. حتى الطين نسيته. ولا يوم الطين. طيب معانا أمينة، أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. ازي حضرتك يا مذيعة وازي فضيلة الشيخ؟ الله يبارك فيك يا رب احفظك. معلش أنا عندي سؤال يا شيخنا بالنسبة لجوزي وكده. اتفضلي يا فندم. هو انا بصراحه كان نفسي اكلم حضرتك بعيدا عن التلفزيون وكده، عندي امور شخصيه كنت مش حابه احكيها على الهواء وكده. طيب سيبي رقم حضرتك واحنا هنتواصل مع حضرتك. حاضر ان شاء الله. حاضر. تمام ماشي. حاضر يا فندم. حاضر حاضر. معانا تليفون جنة، اهلا وسهلا. اهلا يا حبيبتي، اتفضلي. ممكن اكلم الشيخ؟ يا حبيبه قلبي اتفضلي سؤالك. اتفضلي يا فندم تحت امرك. أول حاجة أنا عايز أقول لحضرتك إن أنا بحبك في الله جدا مثل أبي بالظبط. ربنا يحفظك يا رب.
انا عمري 19 سنه، ما شاء الله. يعني استفدت منك كتير قوي، فربنا يبارك في عمر حضرتك ويحفظك ويرزقنا وياكم الفردوس الاعلى يا رب. امين يا رب. نحن وانتم. عندي بقى 3 حاجات كده عايزه اسالهم لحضرتك. اتفضلي يا فندم، تحت امرك. اول حاجه، انا كنت مقيمه بره في المملكه وقعدت وقت طويل هناك يعني وكده، فاعتمرت اكتر من 12 مره. ما شاء الله. لابسه الحجاب من 7 سنين، بصلي ملتزمه بكل حاجه، ولكن انا بحس ان انا في حاجات برضو انا مش بعملها، يعني في حاجات انا عايزه اشوف انا ناقصني ايه تاني. يعني انا بصلي الفروض والسنن والضحى والفجر الحاضر والقيام، وبصوم كتير قوي وبتصدق، بعمل كل حاجه وبصلي صلاه التسبيح، بس حاسه ان في حاجه ناقصاني. يعني انت بتدرسي صح؟ ايوه انا في الجامعه. انت في الجامعه، الحاجه اللي ناقصاكي بقى اللي احنا بنتكلم عليه، ازاي ان يكون ليا بصمه في هذه الحياه، وبصمتي في الحياه هتيجي بعد ما اتفوق. يعني لازم انت حضرتك تتفوقي. بمعنى ايه؟ بمعنى ان يكون هدفك في الحياه اللي انت لازم تطلعي الاولى. هدفك في الحياه، لازم يكون لك بصمه في الحياه. كان الشاعر يقول نحن اناس لا توسط عندنا، لنا الصدر يعني دون يعني العالم. يعني الهدف ده مش لازم يكون في الدراسه، اي هدف انت لا عندك. خلينا موهبه. بنتكلم الهدف دلوقتي بقى. لو عندها موهبة، لو عندها أنا الحمد لله متفوقة في دراستي جدا طب وبطلع من الحمد لله. الأوائل، ولكن أنا يعني بحب إن حابة إن أنا بجاهد مع ربنا، إن أنا علشان لما أقابل ربنا أكون عاملة حاجة كويسة في الدنيا بس، فأنا ببقى بحس إن ربنا موجود قدامي وأنا بعمل الحاجة دي، فأنا عايزة أزود من كده، إن أنا أعمل أكتر من كده. طيب ما تعملي مثلا صدقات، انزلي اعملي إطعام ووزعيه، شوفي أي جروب مثلا من أصحابك أو عيلتك واعملوا خير مع بعض، وروحوا اعملوا اعمال تطوعيه، روحوا للايتام، روحي لدار مسنين، شوفي اكفولي طفل يتيم، اعملي حاجه كده. يا جنة، انا هقول لحضرتك في اللي يوضح كل ده صوره، اسمها صوره قال عنها الامام الشافعي لو ما نزلش من القران الا هي لكانت حجه، سوره العصر. ربنا سبحانه وتعالى قال والعصر، فاقسم ربنا سبحانه وتعالى، وبعدين قال ان الانسان في خسر، الالف واللام للجنس، يعني جنس الانسان في خسر. وبعدين ربنا عمل استثناء هنا، الاستثناء متصل، الا الذين في 4 حاجات تعمليهم، اللي هم ايه بقى؟ اول حاجه ايمان بالله عز وجل. يعني ايه ايمان؟ ناقصني اللي انا مؤمنه الحمد لله، بس انت هل انت عارفه ربنا حق المعرفه ولا لا؟ لما تعرف على اسماء ربنا وصفات ربنا و الى اخره ولا لا؟ فلا، انا الحمد لله مش يعني نص نص، يبقى محتاج ان انا اتعرف. هقول لحضرتك، محتاج ان انا اتعرف على الله عز وجل. عشان اتعرف على الله لازم اتعلم، هتعلم علم شرعي مع العلم اللي انا بدرسه، ده مهم جدا، كله ده بيكمل بعضه. طيب انا امنت، محتاج العمل بقى من خلال المعرفه ومن خلال العلم. هتبدا بقى في سنن بتظهر قدامي، في واجبات بتظهر قدامي، في فرائض عماله تظهر قدامي ما كنتش واخد بالي منها. انا عرفتها امتى؟ من خلال العلم. فهنا ربنا يقول امنوا وعملوا، عملوا بقى الصالحات. الحاجه اللي بعد كده انا اتعلمت وبتاع وما الى ذلك، اخلي العلم ده حبيس الصدر عندي، المعرفه دي حبيسه عندي، اقول لا محدش يعرفها، ولا اعلمها لغيري، ابدا اعلم لغيري، كل واحد في تخصصه. فتبداي تعلمي غيرك فتنشري الخير وتعميم الخير ده على الناس. وربنا الحقيقه الحاجه الثالثه وتواصوا بالحق. فهتلاقي حد يقول لك يا ستي بلا وجع قلب، انت جايه تكلمينا، انت مش عارف هو انت مين، ده انت عيله صغيره، عارفه بقى الكلام ده. فربنا يقول لك وانت بتقول وتواصل بالحق ده، وانت تبدا بتعلم الناس الحق وبتعلمهم المعرفه، هتبتلى وتؤذى، فهعمل ايه يا رب؟ قال لك تصبر. فربنا حيل ايه؟ وتواصل بالايه؟ وتواصل بالصبر. هو سبحان الله الانسان لو عنده كل حاجه وعايش لنفسه بس، عمره ما هيكون سعيد. السعاده ان الواحد يدي عطاء للي حواليه، العطاء ده بقى على قد ما تقدري، زي ما الشيخ احمد بيقول لك العطاء ده لو كلمه، العطاء ده لو علم، العطاء ده لو كل فلوس، لو مجهود. صحيح. كل واحد على قد ايه تخصصه او مقدرته. وعلى فكره علماء النفس لما قسموا الناس، قسموا الناس ناس بيبقى عندهم ضغوط واكتئاب زي كده، وناس كلنا تانية زينا كلنا، وناس تانية ما عندهاش ده. فقالوا الناس اللي بيبقى عندها ما عندهاش الضغوط العصبية قوي الشديدة دي، بمعنى ايه؟ هو ما عنده قلة في المال فبيبقى حزين قوي. فقالوا طب روح شوف الناس التانية، طب ساعد، اعمل اعمال تطوعية، طب روح المستشفيات فشوف المرضى. فاول ما تشوف كده هتعمل ايه؟ تقول يا اخي ده انا في نعمة، ده الحمد لله اللي انا فيه ده، واخد بال حضرتك؟ وبالتالي فيبدا الضغوط تخف شويه شويه من عليه. التاني بقى
اللي هو عنده ضغوط ده على طول هو قاعد ايه متقوقع، عارف القوقعه دي، قاعد لوحده ده، ولا بيخرج ولا بيشوف الناس ولا بيساعد الناس ولا بيفرغ طاقته في اعمال خير، هو ما بيعملش ده خالص، وبالتالي هو مش شايف اللي اقل منه، هو دايما ناظر الى من هو اعلى منه في الدنيا، عم يقول اشمعنى ده معاه فلوس ويبدا يحقد على خلق الله، اشمعنى ده قاعد معاه شقه وعربيه وانا ما عنديش، اشمعنى، فتبدا يصاب بالضغوط دي. فبالتالي الانسان لابد ان هو يوزع طبعا الخير ده على الناس، طبعا يخرج ويخرج الخير ده ويبدا يعمل اعمال تطوعيه، ساعتها بقى هيحس فعلا بالسعاده. صحيح. طيب احنا معانا ام روان، اهلا وسهلا. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. لو سمحتي ممكن اكلم شيخ احمد؟ اتفضلي. اتفضلي يا فندم. لو سمحتي يا شيخ احمد، انا عندي اربع خمس بنات، تمام، وربنا يستر لي وعملت حقن مجاري. يعني معلش بصي، عايزين نفهم، انت الاول كنت مخلفه ولما عملتي الحقن ده ما كانش عندك ولاد خالص؟ لا انا ما عنديش ولاد خالص، انا مخلفه خمس بنات. كلهم جم بحقن المجهري ولا ايه؟ لا لا لا، طبيعي الحمد لله. الخمسه طبيعي؟ تمام. رحتي عملتي حقن مجهري بعدهم عشان تجيبي ولد؟ اه. واخترتي يعني نوع الجنين والكلام ده؟ تمام. خلفتي ايه بقى؟ لا انا لسه، ده تاني شهر ليا. فانت بتسالي على اختيار نوع الجنين حلال ولا حرام؟ ما خلاص هي اختارته بقى. لا انا تسالت وعرفت ان هو مش حرام. طيب. انا دلوقتي بينزل عليا دم، هل ينفع ان انا امسك المصحف واصلي؟ وانت حامل دلوقتي صح؟ تمام. اه ينفع ان شاء الله. طب دي اول حاجه. تاني حاجه، انا بصلي على الكرسي، فوانا بصلي وانا بصلي على الكرسي فوانا بصلي كتير كتير جدا بيسهى عليا. انا جبت السجده دي مره ولا اتنين، هل انا قلت القران في الايه، قلت بعد الايه في الحمد ايه ولا اتنين؟ طيب انت يحتاجي، يبدو لازم تحتاجي الى تركيز شويه، لكن لما تيجي الوسوسه دي يقول لك هو اتنين ولا واحد، يبقى بناء على الاقل يبقى انا سجدت سجده، يبقى اعمل ايه؟ هسجد السجده الثانيه، خاصه لما الانسان بيصلي على كرسي عيني هو بيبقى ايه؟ ما عارف هو واقف ولا قاعد ولا راكع ولا ساجد. صحيح. نعم، اصل بتحصل معايا كتير. تمام. فيعمل ايه؟ فاحنا نبني على الاقل ثم نسجد سجود سهو. يعني ايه نبني على الاقل؟ اتنين ولا واحد؟ لا واحد. فاجيب السجده الثانيه وبعدين بعد في النهايه اسجد سجود السهو، سواء كان سجود السهو قبل او بعد التين مفيش مشكله فيهم ان شاء الله. تمام. حاجه بقى ثالثه مضايقاني قوي يا دكتور، معلش. ان انا اما باجي، يعني انا ما كنت الاول مش منتظمه في الصلاه خالص خالص. يعني ممكن اصلي ممكن مره في اليوم او مرتين، تمام. فجيت دلوقتي يعني من ساعه ما ربنا يسر لي وانا مقيمه قوي وقيام ليل وصلاه فجر، مع اني عمري ما صليت الفجر ده. كويس. قال لي حد حبطني وقال لي هو انت بتعملي ده كله عشان ربنا يعني ينفخ في صورتك؟ اه. انت بتعملي ليه كده يعني؟ ايوه ايوه، عشان ربنا ينفخ في صورتنا. ايوه ايوه، من حقنا نعمل كده لما نكون عايزين حاجه من ربنا. ايه العيب في كده؟ ايه المانع؟ وانت بعد كده كده ما انت هترجعي قديمك وهترجعي تصلي مره وتسلمي. قولي له مالكش دعوه. يمكن او يمكن لا. لا قولي له مالكش دعوه، يعني اتكلمي كده مالكش دعوه. دي علاقتي بربنا، محدش يتدخل بين علاقه، ما حدش يتدخل بين علاقة العبد وربه ابدا خالص. صح. يعني خلينا بس في يعني نقطة، اولا في بالنسبة للسؤال الاولاني، هي تمسك المصحف ما تمسكش المصحف، هو غالبا ان الدم ده بيبقى نزيف او ما الى ذلك يعني، وليس دم حيض، فيجوز ان هي تمسك المصحف. الحاجة الثانية ان هي هو انت بتعملي كده عشان ربنا، ربنا ينفخ في صورتي عشان يعني ربنا يكرمك وتخلفي وتبقي، ايه المانع يعني؟ هو مش سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا حزبه امر قام الى الصلاه؟ اهو، ما هي دي، يبقى تعبان فيعمل ايه؟ هو انت بتقوم بقى تصلي عشان انت تعبان عشان ربنا يخفف؟ ايه المانع؟ مش ربنا اللي قال لي استعينوا بالصبر والايه؟ والصلاه. فيا جماعه ما تدخلوش بين العبد وبين الرب. انا صح. بشكرك يا استاذه دعاء. انا بشكرك يا شيخ احمد. ربنا يكرمك. ومشاهدينا خليكم معانا بعد الفاصل. وصلنا معاكم مشاهدينا لفقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة فاعل خير، وضيفنا الشيخ إبراهيم الدسوقي من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك. يا أهلا وسهلا بحضرتك. دايما أيام طيبة علينا وعلى الأمة كلها وعلى القيادة شعبا وحكومة
وسياسيين وجيش وشرطة، وربنا سبحانه وتعالى يجعل الأيام دي كلها بركة على مصر جميعا يا رب العالمين. آمين يا رب. احنا عايزين نبدأ كده ونتكلم عن الصدقة، وإن إزاي الصدقة أمان لصاحبها في الدنيا وفي الآخرة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق الخلق وأحصاهم عددا ووزع الأرزاق ولم ينسى منهم أحدا، وأشهد أن لا إله إلا الله. لما خلق الله تعالى جنة عدن وأجرى فيها أنهارها وأنبت فيها ثمارها، أذن لها أن تتكلم فقالت الجنة قد أفلح المؤمنون. فقال الله تعالى يا جنتي وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل أبدا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سيد من أعطى، نبي في عطائه كان كالريح المرسلة، قال صلى الله عليه وسلم مبلغا لنا عن رب العزة قوله في الحديث القدسي عبدي أنفق أنفق عليك. احنا بقى الكلمة دي جميلة جدا والحديث ده جميل جدا، فاحنا عايزين حضرتك تشرحه كده للمشاهدين. بعد ما تقدمنا المقدمة اللي حضرتك سمعتيها والسادة المشاهدين، لما ربنا سبحانه وتعالى قال عبدي أنفق أنفق عليك، أنفق أنفق عليك، تخيل حضرتك أنه لو أنا أنفقت 10 جنيهات، هذا الإنفاق على قدري أنا، تجد جزاء من الله أن ينفق عليك بقدره هو. شوف بقى ربنا بغناه قد إيه لما ينفق عليك. أن تنفق سترا فيسترك الله، أن تنفق عطاء ماليا فيعطيك الله، أن تجبر خاطر مكسور فيجبر الله خاطرك، كما قيل إذا عاش العبد جابرا للخواطر أنجاه الله ولو في جوف المخاطر. كذلك ينجينا الله سبحانه وتعالى ويؤمن المنفق بالصدقة في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة، نعم في الدنيا والآخرة. الله سبحانه وتعالى يستر المتصدق، وهذا عطاء. لما أنا أتصدق وأعرف أن ربنا سبحانه وتعالى هيسترني، يبقى أنا في أمان من أن يتولى أمري غير الله سبحانه وتعالى. أن أجبر خاطر الناس فيجبر الله خاطري، فأنا في أمان أن يشمت الناس والأعداء فيه. أن أعطي لله سبحانه وتعالى الحسنة فيعطيني 700، فهذا في حد ذاته أمان من غوائل الدنيا. كذلك الله سبحانه وتعالى أوصى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الزكاة طهرة للمال، الصدقة طهرة للإنسان، طهرة للبيوت، البيت اللي فيه حزن، البيت اللي فيه قدر، البيت اللي فيه كربة. أن تعطي لله سبحانه وتعالى فيفك الله كربتك ويفك الله حزنك، ويعطيك الله سبحانه وتعالى عطاء تبكي من أجله. طب إيه بقى اللي جاب الحزن للصدقة؟ إيه اللي جاب الحزن؟ أنا لو عندي حزن ربنا يشيله ويبدله فرح للصدقة. إحنا مصدقين بكلام ربنا طبعا، ومؤمنين بعطاء ربنا. طب اسمح كلام ربنا، أصل دايما يقولوا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هناك 4 آيات في القرآن الكريم مثل هذه الآية خاصة بالمنفق. هناخد واحدة بس عشان وقت السادة المشاهدين. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شهادة الله سبحانه وتعالى للمنفق أنه من الأولياء أو كالأولياء، شهادة الله سبحانه وتعالى للمتصدق أنه أخرج الدنيا من قلبه ووضعها في يديه وأعطاها لله سبحانه وتعالى، وأخرج حق الفقراء والمساكين منها موقنا بأن الله سبحانه وتعالى سيرد له
الدرهم ب700 درهم. إذا كان هذا هو الحال في الدنيا، لا حزن ولا خوف ولا هم ولا كرب في البيت كله، يبقى أنا أمنت نفسي وأمنت زوجتي وأمنت أولادي من غوائل الحياة الدنيا. هذا إذا كان في الدنيا. طب يوم القيامة، يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم القيامة طوله 50,000 سنة. 50,000 سنة، ليست سنة ب365 يوم أو 66 يوم أو 64 يوم، لأن اليوم الواحد عند ربنا بألف سنة. مع كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، من نوقش الحساب عزب. انت واقف 50,000 سنة وشايف الناس بتطير، وشايف الناس زحمة، وشايف الناس عرقانة، زحمة زحمة، شايف حبيبك بيجري منك، شايف ابنك وانت بتقول له هات حسنة يقول لك ده أنا عاوز، أبوك يقول لي، الأب يقول لابنه عاوز حسنة منك يقول له أنا أشتكي مما تشتكي منه، الأم تطلب حسنة واحدة من بنتها تقول لها أنا أشتكي مما تشتكين منه، وتطير الكتب من خزانة تحت العرش، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فيجد المتصدق كتابه من نور، كل ما فعله يجده أمامه، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، والكل مرهق، والكل يشتكي من حر هذا اليوم، إلا قوم نجدهم تحت ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله، ونسأل من هؤلاء الفرحانين الذين هم بدون حزن يجلسون في ظل عرش الله سبحانه وتعالى، يقولون هؤلاء 7 أصناف أظلهم الله في ظل عرش يوم لا ظل إلا ظله، منهم ورجل أعطى بيمينه، أنفق، تصدق ما لا تعلم شماله. ثم نجد في الجهة الأخرى نجد أناسا يجلسون يمرحون يفرحون يطعمون يشربون في هذا الجو المقهر، في هذا الجو القاسي جدا يوم القيامة نجدهم يضحكون، فنسأل من هؤلاء؟ يبشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا لنا يجلس المتصدق في ظل صدقته يوم القيامة. طب انت حضرتك مستني ايه؟ في أمان لك، لا حزن ولا خوف ولا هم ولا كرب في الدنيا، ثم يوم القيامة تجلس في ظل عرش الرحمن وفي ظل صدقتك إلى أن يقضي الله بين الخلائق. ربنا يجعلنا منهم، أمين يا رب، ويهون علينا يوم القيامة ويسترنا فوق الأرض تحت الأرض ويوم العرض. ونشوف أول تقرير في حلقتنا النهاردة ونرجع نعلق عليه. ألف ألف شكر حاجة، الله يبارك لك يا رب ويزيدك من نعيمه، وألف ألف شكر حاجة. النهاردة فتح كبير لكل من هو متبرع ومساهم في هذا المكان وفي هذا الصرح العظيم، مكان يشرب منه الناس الماء النظيف. المكان ده القرية اللي احنا فيها قرية دجوة في القلوبية، مؤسسة فئة الخير زي ما احنا عارفين ومتعودين بتوصل لكل مكان وأبعد الأماكن وتوصل المية للناس اللي تستحقها وتستاهلها فعلا. اهم حاجة المية، المية هي الحياة، اهم حاجة المية. ربنا يخلي بعد الخير ويبارك فيه، مية زي العسل. بنتبهدل على ما نملى ميه، وراجل كان يجي لنا هنا وساعات ما يجيش ناخد تليفون ونقعد نرن عليه، فين وفين لما يجي لنا كانوا بيذلونا، احنا ما صدقنا الميه هنا بقت جنبنا، احنا كنا بنقعد نتبهدل نمشي مشوار طويل جدا على ما نملى الازاز على راسنا في عز الحر والعيال معانا. ده غير البريفه بقى، الميه نظيفه ومطره بتبقى في الشاي، كل اللي يجي يشرب فيها ويدعي لهم الله يجازيهم خير. طبعا الله يبارك لك يا رب ويزيدك من نعيمه، والف الف شكر يا حاج. نشكر القائمين على هذه المحطة المتبرعين، ونشكر مؤسسة فاعل الخير الخيرية. فلمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نعم،
من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أشكره بكل قلب، أشكره بكل قلب، وربنا يسعده ويعمل كله ويزيده ربنا. هنا هنا وفي قرية دجوة قليوبية فرحة ما بعدها فرحة، أطفال شيوخ كبار رجال نساء بنات كلهم يشيدون بهذا العمل الرائع لمؤسسة فاعل خير، ونحن بدورنا نشكر هؤلاء المسجلون على لوحة الشرف، ونشكر من استضافوا هذه المحطة. شيخ ابراهيم، حضرتك كنت موجود بقى في الفرحه دي، فاحكي لنا بقى الحكايه دي. محطه تنقيه ميه، ودي رفد من روافد الخير في مؤسسه فعل خير. بنعمل محطات تنقيه، محطه تكلفتها 120 الف جنيه، السهم فيها ب 10000 جنيه. محطه تنتج ماء نظيف مقطر صالح للاستعمال بدون شوائب بدون روائح بدون املاح زياده، ب 5000 يشربوا منها يوميا. القرية دي حضرتك نسبة الأملاح في المية كانت 400 و500، سلمنا لهم محطة نسبة الأملاح فيها 100. الماء المعبأ في المباع في الأسواق 177 نسبة الأملاح فيه. فإذا المية دي كمان أحسن أفضل من الماء التاني بمراحل. البلد جمعت حوالينا، ولأنهم استجابوا للمحطة قائمين على نظافتها ورعايتها، ما فيش حد يلعب ما فيش حد يبوظ ما فيش حد يعمل، لأنهم محتاجين كل نقطة مية. ب 120 ألف السهم فيها ب 10000. شايفين دلوقتي أبار من نوع تاني من الأبار في مؤسسة فعل خير. البير اللي حضرتك قدامك دلوقتي ده بيكلف 30000 جنيه، عملناه أسهم لمن لا يملك ثمن البير كاملا، السهم فيه ب 5000 جنيه. كمان عندنا محطات التنقية زائد الأبار الارتوازية أو التجميع، كمان عندنا وصلات مية يعني عدادات مية وصلت المية ب 3000 جنيه. المحطات دي عندنا دلوقتي، كان عندنا خمس، احنا بنعمل خمسة بخمسة، عندنا الخمسة بعد ما خلصنا الخمسة الباقيين اتعمل منهم اتنين بادئين في المحطة التالتة اللي هي 12 سهم. لو حد قال بقى أنا هعمل لأبويا وهعمل لأمي وهعمل لزوجتي وهعمل لابني وهعمل لنفسي، يبقى دول خمس أسهم بخمسين ألف جنيه، وهنستنى برضو السبع أسهم اللي باقيين. غير كده عندنا النخيل اللي احنا دلوقتي بنزرع فيه في مزرعة وادي النطرون، والنخيل اللي هو البرحي الأصلي اللي هو الخليجي، اللي هو النخلة بتبدأ تنتج بعد 3 سنين 300 كيلو، وتن إنتاجها يزيد إلى 600 كيلو. الكيلو يتراوح ثمنه من 23 جنيه ل 30 جنيه جملة، لأنه ما شاء الله يعني حضرتك بتزرعي نخلة واحدة ب 5000 جنيه، النخلة الواحدة بتجيب 7 فسائل، واحسبي احسبي كل ده، والسبع فسائل كل واحدة بتنتج كمان مرة، كل ده بيبقى باسم حضرتك. فيفضل يعني الخير أو الوقف لله لما لا نهاية. لما لا نهاية، لما لا نهاية، إن شاء الله ربنا كريم. وبقول للسادة المشاهدين المحبين للبرنامج ولمؤسسة فعل خير، إحنا مستنيين تبرعاتكم. قدامنا النخيل أهو، قدامنا النخيل على دي المزرعه اللي في الزراعه الجديده ان شاء الله بتاعتنا، وربنا سبحانه وتعالى يكمل لنا ان شاء الله على الخير باذن الله رب العالمين. النخله دي امنا، النخله دي خالتنا، خالاتكم النخله زي النبي عليه الصلاه والسلام ما قالها، ان شاء الله عطائها مستمر الى ما لا نهايه باذن الله رب العالمين ان شاء الله.
وطبعا ارقام تليفون مؤسسه فاعل خير موجوده على الشاشه لاي حد من المشاهدين حابب ان هو يتواصل معاهم علشان يساهم في اي مشروع من المشروعات المختلفه اللي شفناها وقلنا عليها. ونشوف دلوقتي كمان تقرير ونرجع نعلق عليه. الله اكبر الله اكبر. انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر. هذا المسجد موجود في هذا التجمع وللاسف الشديد ما فيهوش ميه، ده ما يحين وقت الصلاه يرجع الناس الى بيوتهم بدون صلاه. يعني ما فيش ميه عندنا هنا خالص، يعني احنا عشان نصلي في الجامع لازم الواحد بيروح لأي قرية، أقرب قرية عندنا هنا حوالي 4 كيلو. مين مننا مش عايز الملائكة تدعي له كل يوم؟ كل يوم الملائكة تنزل من السماء العلى إلى الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم إلا وينزل فيه ملكان فيقولان: اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. كل من ينفق يوسع الله تبارك وتعالى عليه. وانتوا شايفين يعني المسجد ده ولا جنبيه يعني ميه ولا عنده حاجه يعني ولا فرش، وشفت يعني تراب حتى الارضيه يعني اسمنت ما فيها، لازم عايزين بلاط والحمامات زي ما انتوا شايفين ده، لازم الواحد يمشي للبيته يمكن يبقى جاي من مكان بعيد يعني ولا بصير ما فيش ميه يعني يتوضا. ونحن في هذا المسجد محتاجين للماء، محتاجين للدورات الميه، محتاجين لكل حاجه. يا عباد الله، هذا بيت الله يناديكم، لا ماء فيه، يأتيه الرواد لا يجدون ماء فيذهبون بدون صلاة، هذا يسمى مسجد. دورة المية ما فيهاش أي كماليات، كما إنه كمان محتاج بير المية اللي هو ما هواش موجود. الله أكبر الله أكبر. شفنا طبعا التقرير، والمسجد أصلا محتاج حاجات كتير غير طبعا بير المية عشان يبقى جنب المسجد فيه مية. حاجة كمان حضرتك، احنا شفنا محطات التحلية في التقرير، شفنا الأبار قدامنا حضرتك برضو في التقرير. حاجة تانية برضو من روافد الخير في مؤسسة فعل خير اللي هي يعني واخدة على عاتقها إن شاء الله بإذن الله أي مكان هيبقى فيه نقص بإذن الله رب العالمين بدعم السادة المتصدقين وبدعم السادة المشاهدين إن شاء الله بإذن الله رب العالمين نكمل فيه. دي هذه مساجد في مطروح. دورة المية محتاجة سيراميك، محتاجة تكملة اللي هي سباكة، محتاجة حنفيات، محتاجة المسجد، وده أهم حاجة، محتاج بير عشان المسجد يتصلى فيه. طيب اللي بيصلى اللي بيعمل بير والناس بتشرب منه بياخد أجر الناس اللي بتشرب، طب اللي بيعمل بير جنب المسجد الناس بتشرب منه، الناس بتتوضى منه، الناس بتصلي وبتدعي له. كمان هناك مكتب تحفيظ قرآن في 200 تلميذ أو طالب وطالبة عشان يحفظوا القرآن، حضرتك أنت هتسقيهم هترويهم من المية إن شاء الله، أنت هم يشربوا وانت تاخد الأجر من الله سبحانه وتعالى. ولازم حضرتك كمان تعرف أنك لما تسقي الناس في حاجة عندنا قاعدة شرعية بتقول الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. يعني ايه الجزاء من جنس العمل؟ انت هي بتقول ربنا يستر اللي سترنا لانك سترتها، ربنا هيسترك، ربنا يهدي بالك من اولادك. في ولد كده ساعات بيبقى شقي شويه لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يدوره كده ويجي كمان في حضنك ويسمع كلامك. انت عاوز الولاد يبقوا في حضنك، يبقى عكازك، يبقوا في ظهرك، كمان هتتصدق عشان ربنا سبحانه وتعالى يهدي لك اولادك. حتى تخيلي اقول لك على حاجه يمكن حضرتك تقولي ازاي، لو انا عندي بنت، انا اب، لو انا عندي بنت بتقدم سنها شويه في الجواز، ايه راي حضرتك لو تصدقت ربنا يكرمها وبحياه مستقره وبزوج يهنيها فيما تبقى من حياتها باذن الله رب العالمين. كل ده من الصدقه. لكن انا دايما اقول ان اللي يسقي الميه ربنا هيسقيه
من حوض سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. آمين. إيه بقى حوض سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا ده نعرفه بقى بعد الفاصل. طيب خليكم معنا مشاهدينا بعد الفاصل. رجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا، والشيخ إبراهيم قبل الفاصل اتكلم معنا في نقطة مهمة عايزين نكملها، اللي هي ان الجزاء من جنس العمل. نعم. يعني مثلا دلوقتي اللي يعمل بير او وصلة مية او يساهم في بير او في محطة مية، يعني اللي يشرب مية في الدنيا ان شاء الله يبقى جزاؤه في يوم القيامة انه يا رب كلنا نشرب من ايد النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض، اللي هو ايه بقى حوض سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ ده حاجة جميلة جميلة، وحاجة يا رب يا رب ما يحرمناش من ان احنا نشرب من حوض سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. يوم القيامة حضرتك طوله 50,000 سنة، بيبدأ في النفخ في الصور، النفخة الثانية ونفخ ثم نفخ فيه أخرى، فإذا هم قيام ينظرون، أشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين، تخرج نار تجمع الناس من كل مكان إلى أرض عفراء بيضاء لم يعصى الله تعالى عليها، ثم يناقش كل منا للحساب، في فرز وتجنيب، أهل النار يروحوا ناحية النار وأهل الجنة يروحوا ناحية الجنة، ثم تطير الكتب من خزانة تحت العرش، وكل واحد فينا يوجه له نداء من الله، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ومن لام فلا يلومن إلا نفسه، من وجد ذنوبا أنت الذي فعلتها، من وجد خيرا صدقات تبرعات، من وجد أن الناس أكرمهم، كل الناس دي هيبقوا في ظهرك يوم القيامة يشفعوا لك عشان يدخلوك الجنة. وبعدين في عقبة، العقبة اللي هي الصراط، الصراط جسر مضروب على ظهر جهنم أدق من الشعرة وأحد من السيف، مأمور حضرتك عشان تخش الجنة إنك تمشي على الصراط ده، منا من يمر عليه كالريح، ومنا من يمر عليه كالبراق، ومنا من يمر عليه جريا، ومنا من يمر عليه وثبا، ومنا من يمر عليه يعني كده كأنه رجله وجعاه، ومنا من يمر عليه حبوا ماشي على أربعة، ومنا من لا يكاد يضع يده على الصراط حتى تأخذه الكلاليب وتلقيه في جهنم. نمر على الصراط بإذن الله تعالى وينجينا الله سبحانه وتعالى من الصراط، فنجد على البعد زحاما. ما هذا الزحام؟ فنقترب منه، نقترب ثم نقترب ثم نقترب، فيقال لنا هذا حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ننظر فنجد الرسول يقف وجبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والملائكة، منا بقى من يسقيه النبي بيده، ومنا من يسقيه جبريل، ومنا من يسقيه ميكائيل، انت بقى ودركتك في العطاء، وانك انت انفقت، وانك انت سقيت المية، سقيت المية. طب سقيت المية ده في حديث، في حاجة دليل على ان انا بقى في امان يوم القيامة ده واشرب من حوض النبي؟ قال صلى الله عليه وسلم: من سقى مسلما على ظمأ رواه الله من الرحيق المختوم يوم القيامة. فاذا نحن بنا نقف فنجد أقواما يرفع الكأس إلى فمهم بدون رافع، فنسأل من الذي يسقيهم؟ فيقال لنا: ألا سمعتم قول الله تعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا؟ إذن الله هو الساقي، هذا الحوض يكفي كل هذه الأمة. نعم، حوض النبي صلى الله عليه وسلم كيزانه عدد نجوم السماء، ماؤه أحلى من العسل وأبرد من الثلج وأبيض من اللبن، حواف هذا البئر من اللؤلؤ، الطين اللي فيه من الزعفران، أرأيتم أجمل من ذلك؟ مش أنا قلت الجزاء من جنس العمل؟ اسق الماء هنا وانتظر الأجر من رب السماء. يا رب جميعا نشرب شربة من إيد النبي صلى الله عليه وسلم. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. نشوف تقرير ومؤسسة فاعل خير ونرجع نعلق عليه. ينامون على الأرض
ويفترشون التراب، والسماء هي لحافهم. والله ما نعلم المية، والله جايبين الزركل على روسنا من 4 كيلو أنا وست كبيرة. راضيين الحمد لله الحمد لله، والله لا غطا ولا فراش الحمد لله، فضل من عندك أنت يا رب. ست بنات كلهم في عمر الظهور، أكبرهم عندها 11 سنة، ما تقدرش تشيل جيركن على راسها من غير سقف، من غير مية، من غير باب يحميهم. الغرفة زي ما انتوا شايفين ملهاش باب، ملهاش شباك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. من يسر على مسلم كربة من كرب الدنيا سهل الله عليه كربة من كرب يوم القيامة. والله يا تعبانة كان المفصل تعبني دوت بتاع رجلي دي وبعدين بكشف وعمل أشعات والدنيا بلطو. دكتور قال لي اللي حصل لدي هيحصل لدي برضه، وفعلا هو اللي حصل لدي حصل لدي برضه. كنت لحد دلوقتي بتجيب الجراكن دي من بره منين؟ كنا بنجيبهم اللي فيه الخير بيقدم ربنا يجيب لي جركن ميه اشرب منه، ما فيش حد بيجيب لي شحت ميه من جيراني واشرب. طب انت طالبه ايه يا حاجه؟ احنا دلوقتي جايين نساعدك، عاوزه مننا ايه؟ عايزه ميه وعايزه حد يساعدني، الرجليه تعباني ما بنامش الا الكل من لو نزع بالرجليه. شوفنا طبعا التقرير وشيخ إبراهيم، الحالات اللي بنشوفها اللي زي كده محتاجة ناس عندهم الفهم بتاع التجارة مع الله. الحقيقة حضرتك لمست وتر مهم جدا. هو أنا النهاردة لما شوف الست دي الأم اللي عندها 80 سنة و 85 سنة، هي أصلا لما قامت على ما قامت معانا عشان تسلم علينا قامت بصعوبة شديدة يعني. طب دي هتجيب جيركن ميه من 2 كيلو ازاي؟ ده معناه ان هي لو ما لقتش حد شحتها زي ما بتقول بشحت شويه ميه من جيراني، لو ما حدش شحتها شويه ميه ده ممكن تبات بالليل، ما لو عطشت ما تلاقيش ميه. احنا محتاجين يا جماعه الخير هنا في المكان ده 50 بير، وعاوزين 200 وصله ميه. وصله الميه ب 3000 جنيه والبير ب 30000 جنيه. السهم في البير أيوه؟ السهم في البير ب 5000 جنيه. محتاجين كمان هنا 100 سقف، السهم في السقف ب 5000 جنيه. محتاجين الحقيقه على وجه السرعه. انا محتاج حد قدامنا وصله الميه بتركب عند الناس، بنشوفهم لما كانوا حزنانين جدا من غير ميه، وبتشوف الفرحه في عيونهم واحنا بنركب الابار واحنا بنركب وصلات الميه. حقيقي بنسمع كأن النبي عليه الصلاة والسلام بيزعق في ودننا: خير الناس أنفعهم للناس. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال سرور تدخله على مسلم. هذا السرور الذي يجب أن يكون في مفهوم التجارة مع الله، في مفهوم التجارة، في حاجة اسمها التجارة مع الله. ربنا نفسه سبحانه وتعالى هو اللي قال لنا في تجارة. طب اسمع كلام ربنا كده حضرتك: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ النهاردة الواحد بيخاف يخش في تجارة السوق يغدر بيه ويخسر ماله. طب تاجر مع ربنا سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى ضمن لك الربح بنسبة 1000%. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ الله أكبر. أول حاجة تنجيكم من عذاب أليم: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. طب ربنا سبحانه وتعالى مع التجارة الرابحة بنسبة 100% هيعمل إيه؟ يغفر لكم ذنوبكم ويدخل، يعني بالإنفاق تغفر الذنوب، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، بالإنفاق تدخل جنة الله سبحانه وتعالى،
ومساكن طيبة في جنات عدن. الواحد فينا دلوقتي على ما بيجيب كيلوين حديد وعشان يعمل قعدتين وعمودين ويعمل بيت بيصرف دم قلبه. ربنا سبحانه وتعالى بالإنفاق وبالصدقة وبالعطاء هيديك مساكن طيبة، مساكن طيبة. عارفة المسكن اللي ربنا حضرتك هيديهولك في الجنة؟ طوبة من ذهب وطوبة من فضة وأرضه ملاطها المسك والزعفران، يخدمك 70 من الحور العين. 70 من الحور العين. لو أن حوراء واحدة نظرت من ثقب إبرة على أهل الأرض لسبت الرجال جميعا، الرجال كلهم من جمالها هيتجننوا. يرى مخ ساقها من فوق ثوبها. شفت الجمال قد إيه؟ عشان كده الحوراء، تخيل حضرتك لو تصدقت ودخلت الجنة وربنا اداك مساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، ذلك الفوز العظيم. كمان في حاجة للتجارة مع الله، نعم، وأخرى تحبونها نصر من الله. إن خفت تصدق ربنا هينصرك، إن خايف على مستقبل عيالك تصدق ربنا هيأمنك على مستقبلهم، خايف على بنتك دراسة أو جواز أو حاجات مغص في بيتها بينها وبين جوزها، بينها وبين حماتها، بينها وبين جيرانها، تصدق وربنا سبحانه وتعالى هيصلح حالها. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. ربنا يفتح لنا جميعا يا رب، ونشوف آخر تقرير في حلقتنا ونرجع نعلق عليه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك إن تفعل الخير خير لك، وإن تمسكه شر لك. يا عباد الله، هذا بيت الله يناديكم لا ماء فيه، يأتيه الرواد لا يجدون ماء فيذهبون بدون صلاة. مسجد عاوز مية، ما فيش مي، ناس توضى وتصلي وديروا، والعيال اللي يقروا في اللي عايزين مي، وان ما الذين وني واحد يجي يتوضى ويصلي ما يلقاش مي يروح. بص على منظر المسجد معايا، مسجد محتاج فرش، محتاج دورة مية، محتاج بير عشان الناس تتوضى منه يشربوا منه مية. مين هيقول النهاردة أنا هعمل الناس دي بير واخد ثوابين، ثواب سقيا الماء وثواب كل من دخل الى المسجد ليصلي. اشهد ان لا اله الا الله. والله احنا هنا محتاجين ميه صراحه، عندنا المسجد ده مفيش بير جنبيه خالص، ولا في حمامات حتى نتوضى فيها، والناس عشان تيجي تتوضى هنا مفيش ميه خالص، وبيوجهوا اغلب الناس معش يجي يقول لك معروف المسجد ده مفيش ميه، روح نشوف مسجد تاني. يقول الله تعالى: انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر. احنا في نهايه الحلقه عايزينك يا شيخ ابراهيم تقول لنا احتياجات المؤسسه ايه الفتره الجايه. احتياجات المؤسسة في الفترة اللي جاية الحقيقة، احنا عندنا 150 بير في مطروح، جالنا منهم دلوقتي 50، فاضل 100 بير في مطروح، اللي هو البير فيهم اللي هو خزان تجميع ب 30,000 جنيه. عاوزين كمان في بني سويف 50 بير، بس بير اجتوازي المية بتاعته من تحت الأرض، ده برضو ب 30,000 جنيه، والسهم فيه ب 5,000 جنيه. عاوزين 200 وصلة مية في الفيوم، الوصلة ب 3,000 جنيه. عاوزين 100 سقف، السهم في السقف ب 5,000 جنيه. عاوزين كمان المساجد، اسهم في المساجد، عندنا مساجد طلعنا بالسملات بتاعتها والاعمده، عاوزين محتاجين ليها طوب ومحتاجين لها سقف ومحتاجين لها استكمال، السهم في المسجد ب 5,000 جنيه. كمان عاوزين ثلاث محطات تحليه، محطه تحليه ب 120,000، السهم فيها ب 10,000 جنيه. مستعدين ومستنيين صدقاتكم، وطمعانين كمان في كرم ربنا سبحانه وتعالى، واحنا داخلين على ايام مفترجه، وربنا يجبر خاطرنا ويجبر خاطركم. امين امين يا رب.
بشكر حضرتك جدا في نهايه الحلقه، ربنا يكرمك، شكرا ليك. كتر خير حضرتك، متشكر جدا، وبشكر كل مشاهدينا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.